ايه اكتر روايات يعني كل ما تقوليليش بقى كلهم ابنائي والكلام ده كله ده ما هو انا دايما اخر عمل ببقى يعني خايفه عليه، فنفسي ان هو طبعا طفل صغير لسه كتابه ابو العباس المرسي، شخصيه القطب الصوفي ابو العباس المرسي. وانا من اسكندريه، فاحنا كنا دايما نحلف بابو العباس المرسي، وانا ما اعرفش والمرسي ابو العباس وانا ما اعرفش على فكره ان كلمه مرسي دي مش اسم، ده مكان اللي هو جاي منه في اسبانيا. ايه فعلا؟ والله فاحنا كلنا ما كناش نعرف، فالواحد لما بدا يعمل بحث التاريخي اكتشفنا ان احنا بنسمي ولادنا مرسي على ان هو اسم، لكن هو يعني ده هو مرسي. ابو هو اسمه ابو العباس، هو اسمه احمد الحقيقه، ملوش دعوه احمد واحنا بنقول والمرسي ابو العباس. بالظبط، لكن ابو العباس ده يعني اسم الدلع بتاعه، والمرسي ده المكان اللي جاي منه اللي هي مرسيا في اسبانيا، اللي هي في الأندلس يعني. فكشخصية يعني عشت معاها وكانت من أصعب الروايات اللي كتبتها وأكثرها رهبة، لكن طبعا يعني كلهم الحقيقة بحبهم جدا يعني. بس ربما كمان ثلاثية أولاد الناس أولاد الناس طبعا لأنها الأكثر شهرة، أولاد يعني الناس ليها محبة خاصة. ريم بسيوني اتعرفت بهذه بالظبط، يعني الثلاثية أولاد الناس ليها محبة خاصة وامتنان مني لأنها فعلا عرفت الناس بيا أكتر. كتير من الكتاب بيحبوا الروائيين يحبوا أن كتبهم تتحول سينما، أو هل طبعا الفرصة دي موجودة؟ اتمنى جدا انها تتحول، بس اتمنى كمان انها تتحول بكل التعقيدات النفسيه اللي موجوده في الشخصيات، بكل طريقه التفكير، لانها شخصيات ما فيهاش خير وشر، يعني كلها شخصيات فيها البعد الانساني، والبعد الانساني دايما فيه خير وشر وكره وحب وكل المشاعر مع بعض. شايفه الحاله الثقافيه في مصر ازاي؟ حلوه مش وحشه، الحاله الثقافيه كلها في الوطن العربي كويسه، خصوصا في الروايه وفي بعض البلاد العربيه الشعر. بحس ان في ابداع شديد جدا في انا طبعا كنت في لجنه تحكيم البوكر من سنتين، جائزه الروايه العربيه، فشفت الحقيقه يعني كميه روايات من الوطن العربي رائعه. اتعلمت كتير جدا عن الوطن العربي، اتعلمت عن الجغرافيا، عن التاريخ، عن بلاد كتير الواحد يعني يمكن ما يعرفش عنها قوي. فحاسه ان دايما في امل ودايما في عقول رائعه بتقدر تبدع وتقدر تطلع اعمال حلوه. مين بيأثر أكتر، مبدعين وكتاب ولا مؤثرين على السوشيال ميديا؟ مين أصبح له الكلمة الأعلى في ثقافة المجتمع؟ هو طبعا لو بصينا في الوقت نفسه هيقعد قد ايه، لا هو ممكن يكون المؤثر على السوشيال ميديا بس هتنسيه بعد 10 دقائق، لكن المبدع هيعيش معاكي زي ما عاش معايا مثلا نجيب محفوظ ويحيى حقي سنين وسنين وسنين، وارجع تاني اقراهم وارجع تاني وافتكر كلمه قالوها. فيمكن الروائي هيعيش مده اطول لو كان عنده ابداع حقيقي، ممكن واحد ينتشر بسرعه لكن ما يعيش كتير. فاحنا لو حسبناه باللي هيستمر اكتر هيبقى طبعا الثقافه والروايه. ايه الروايه اللي بترجعي تقريها كتير لكاتب ما الحرافيش؟ حرافيش بالنسبه لي يعني حاجه كده في انا مكان بقرا اولاد حارتنا، اولاد لما حارتنا كمان، يضيق اولاد بي حارتنا الزمن كمان او تضيق بي الاحوال طبعا. اعود الى اولاد قد حارتنا. ايه رائعه، عندك حق، لكل عندك حق، جمله فيها يعني. عندك حق جدا. ريم بسيوني انا بشكرك. بتكتبي ايه دلوقتي؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله، يبقى يعني اتمنى ان انا طبعا هي بس في يعني كان في شغل كتير المراحل اللي فاتت وسفر وكده، بس الواحد محتاج يصفي ذهنه شويه ويرجع يعني يركز في الكتابه بس. ميزه برضو ان انت بتشتغلي شغلانه تانية، انا في حاجه بتنفق على الكتابه لحد ايوه ما. ايوه دي مش حاجه كده؟ مهمه جدا على ده فكره، نقطه مهمه جدا ان انا دي حاجه مهمه. مش محتاجه اكتب ليه، مش مضطره اكتب. انا عايزه اقول لحضرتك كلمه يعني وكلمه اخيره، زي ما ان اتفضلي. انا قلت لنفسي عمري ما هتخذ الكتابه مهنه، عمري، لان ده ممكن يخليني اكتب وانا مش عايزه اكتب. صح. انا مش عايزه ده يحصل عمره، يعني عايزه دايما ابقى ليا عمل تاني، والكتابه دي حاجه اعملها لنفسي، حاجه يعني لراحتي النفسيه. انا بشكرك وبحييكي وبقولك ان احنا شكرا. سعداء بيكي ده انا اللي وفخورين اسعد، جدا انا اللي ان اسعد هناك والله. روائيه مصريه يا رب يخليك، تترجم كتبها في الخارج وتحصل على جوائز، يا تحصل على حبيبي، جوائز عربيه. هذا يعني بالنسبه لنا احنا كمصريات فخر كبير. ربنا يخليك، شكرا ريم ربنا بسيوني. يخليك، شكرا. واتذكر الكبير العظيم نجيب محفوظ في أولاد حارتنا، ولكن آفة حارتنا النسيان. شكرا أعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة بإذن الله. هذه الأنيس الحديدي، تصبحوا على خير.